بالمعنى العام. ذلك حتى أن تلاحظ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حتى ربط المولى سبحانه وتعالى بين الأكل والمشي. سبحان الآن الله. أنت بتلاحظ الممشيش كما ذكر على لسان بعض العلماء قال الجزاء من جنس العمل، من استعجل بالشيء قبل أوانه قوبل بحرمانه. يعني الآن أنت تستعجل بالأكل وبالشرب ما في مشي تقبل بحرمانه. يعني بنلاحظ في شباب صاروا 40 45 بتلاقي عنده حمية، ممنوع يأكل، ممنوع كذا، تلاقي له نفس بالأكل مش قادر. ليش؟ لأنه ما كان يمشي. قلة المشي. قلة المشي. المشي هو الدواء. هاي أول إضاءة في هذه الحلقة. ممكن إحنا المشي الحقيقي يعني نسلط الضوء على كيف ربط رب العالمين أول شيء ما بين المشي والأكل. والأكل. إذا الإنسان ما مشى يحرم من أكل. سبحان الله. يحرم من الأكل.